فأنت يا عبد الله يا سني إذا دعوت الله عز وجل فأكيد راح تنبذ، مش الناس كلها يحبونك، وأكيد راح يلقبونك بألقاب. أثبت أنت يا مسلم يا سني تدعو العقيدة إلى المنهج الصحيح، لا يغرك كلام فلان وعلان. بعض الناس يوطي راسه، أخاف أنه كذا، أخاف يقولون عني، شنو يقول عني؟ خليه يقول، يقول ما يقول. نحتاج احنا ايش؟ إلى شجعان يحملون هذا الدين، هذه العقيدة، هذا المنهج. ما واحد يوطي راسه، أخاف أنه يفنشوني، أخاف أنه علاوتي، أخاف أنه يحطون علي، أخاف. متى يظهر الحق؟ أصدع، أنت تصدع وهذا يصدع، هذا يصدع، يرتفع الحق على. أما كواحد يوطي راسه، خايف خايف، ها تموت بعقيدتك، ما استفاد أحد منك أحد، ما استفاد أحد منك شيئا. أصدع واثبت وتحمل، تحمل. الرجل خلق للصبر، وبإذن الله تعالى يظهر الحق إذا صدقت مع الله عز وجل. أثبت. قال جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. أنت لست أول واحد. الحمد لله لك الشرف أن واحد مبتدع ساقط يسبك وعايرك ويلقبك، عساهم ما يرضوا عنك يوم الأيام. وأنا فيها اليوم واحد أرسل لي إباضي يقول أنت شوفوا إيش يلقبونك في الإنترنت، سمونك الفاسق. قلت سيد فاسق زين، أنا بعد إيش؟ قالوا كافر ومنافق وصهيوني. قلت لكن يشرفني أن اللي يقول عني هالكلام هذي إما رافضي أو صوفي أو إباضي ونحوهم، عساهم ما يرضوا عني يوم الأيام. قلت إذا رضوا عني هؤلاء أنا لست على خير، ولا لا الله ماني على خير إذا هؤلاء رضوا عني. قلت يشرفني لي الشرف، ومع هذا والله لن تنجو من حساب الله عز وجل. أخذها علم لي من هؤلاء. السنة مسامحهم، السني سامحه الله، يستاهل سني مني وفيني مسامح حتى لو غلط علي. لكن رافضي صوفي إباضي ملحد يهودي نصراني أسامحه؟ ليش أسامحه؟ ليش أسامح الشياطين؟ خليه يقتص الله من هؤلاء، ينتقم الله منهم، الله عزيز ذو انتقام. فأنت يا عبد الله لا تتوقع يوم الأيام إيش ها الكل راضي عنك. الناس ما رضوا حتى عن رب العالمين، حتى رب العالمين ما رضوا.